مشاهدينا الكرام ومتابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. احنا متواجدين بالضبط في منطقة السالمية. انا غنحاول يعني نهضر على هذه القصة غير بالمختصر، ولكن غنخلي سي عبد الجليل هو اللي غيهضر لينا بطبيعة الحال التفاصيل، لانه هو اللي عايش هذيك الحالة ماشي احنا بطبيعة الحال. هو غيحاول يوصل شوية من هذاك الشيء اللي كيعيش هاد السيد. على حسب الاقوال ديالو كيقول لك بانه عنده مداهمة من طرف الجن، يعني كيتبعوه، كاينين معاه في اي بلاصة، كيهضر معاهم، كيتواصل معاهم، شكلوا له عائق في حياته بزاف. سي عبد الجليل اليوم بغى يوصل واحد الرسالة وبغى يحكي على القصة ديالو وكيفاش بدا هذا الشيء وتا المعاناة اللي كيعاني معاهم. يعني بزاف ديال الامور غنعرفوها مع عبد الجليل. السلام عليكم. عليكم السلام. كي داير سي عبد الجليل؟ الحمد لله. كلشي مزيان؟ كلشي بخير. اول حاجة عاودنا على القصة ديالك. يعني المشكل ديالي بدا تقريبا هادي شي ساعة نقرا شوية في الكتب، ولا كتب دينية، ولا كنبغي نبدا نجتهد في الكتب ديال الرقية. كيفتح عليا الباب الجن واحد الباب ديال المشاكل، الملاحقات، و في الدار كانوا الصداع، الولاد كيوليو شوية فين ما نخرج يتبعوني كاملين. اوف المشاكل كتكون تما الاصدقاء في العائله في الوالدين حتى هما. ملي كنبدا نهضر مع الوالدين حتى اخواتي كنهضر بغيت نهضر معاهم في المواضيع هذيك، كيشحال مره كيلقبوني بانني ساحر. علاش كيلقبوك بانك ساحر؟ تقولي لهم مثلا عندكم راه مشاكل راس دابا الجن، فهمتيني؟ يعني ما تخاصيش مع اختك، حاولي تهدني، فهمتي؟ كذا كذا، فهمتيني؟ راه فلان اللي دير لكم مثلا مشكل وكذا وكذا، كي وقتها وليتي ساحر، فهمتيني؟ وانا كنعرف انا ماشي هما اللي كيهضروا بهذا الشيء، يعني داك الشيء كاين عندهم خلفيات. المهم في العمل ديالي عاوتاني كيديروا لي مشاكل مثلا مع الزباين. واخا كتواصل معاهم كتهضر معاهم؟ بطبيعة الحال، وكتسمعي النهار كامل تيدوي معاك. تدوي وتيجاوبك، تيسبك، تعايرك مثلا، كيحاول يتحكم لك في الحياة ديالك، مثلا ما ديريش علاش درتي، بيحرشك مثلا ديري المص، ديري شي حوايج خايبين مثلا، فهمتيني؟ يسبك مثلا في الصلاة بغيتي تخشي كيبدا يشن عليك حرب مثلا، في القرآن السبان، في القرآن تيضحكوا معاك؟ بطبيعة الحال بعض المرات كي راه خلق هذا راه ضروري تيضحك، راه انا كيبان لي شي تصرف غريب راه غضحكي، عادي ماشي الضحك ديال الجنون. ولكن في واحد الوقت كانوا ملي ما صوروا مني والو كانوا كيلوحوا عليا السحر ديال الجنون، كيسحبوني تسطيت، كنت تما ديال الزقه كنبقى نضحك حتى كنسالي. ف يعني هما فاش كيضحكوا راه تسطر ما تسطر ما تسطر، حقاش انت كضحك معاهم؟ لا تيلوحوك السحر ديال الجنون، فكيسحبوني انا تسطيت، فكنولي كنضحك عليهم انايا، فهمتيني؟ فكيضطروا انهم كيتصدموا انه او تا دابا كيفاش تما تسطاش السيد هذا، فهمتيني؟ فكيبداو يتحلفوا عاوتاني، والله الا بقاتك مثلا غادي نجيبو لك شي سحر نلوحو عليك، غنديرو لك ما نديرو لك، فهمتيني؟ ايوا دابا كنت شي ايام كنقرا القران النهار كامل وانا تنقرا القران، وكيبقاو يسبوا النهار كامل. من تي تكتب ديف البقره ال عمران هو كيسب فيك وهو يسب، ما كنت كتسمعو الهضره؟ طبيعي لا كتسمع الهضره، بحال كيهضر مع اي واحد، اي انسان كلام عادي باش يعيشوا معانا هما، عندهم دارجه تيهضروا بها عاديه، فهمتيني؟ وكيفاش كلشي كيتواصل معاهم؟ هي ما عايشين معنا، ولكن دابا حنا كنهضروا على الحاله ديالك، لانك انت في تواصل معاهم، انت كتقول بانك كتسمعهم، كتضحك معاهم، فهمتيني؟ راه هو شي مذكور في القران، راه هو كاينين، ولكن انت كحاله انت راه كتقول بانك كتواصل معاهم، كتضحك معاهم، عندك ردود افعال معاهم، هادشي الناس اللي بغاو يعرفوه. بطبيعة الحال واش واحد نهار كامل وغادي يجي معاك، فهمتيني؟ ما غتضحكي معاه ما والو، واخا شيطان مثلا ولا جني وكذا كيتسبب لك في الهلاك، ولكن راه احيانا راه يقدر يلوح لك السحر وتبقى تضحكي معاه. بعد المرات ما تبغيش تدوي معاه، ولكن بزمنك حيت راه السحر عندهم سحرهم باش كيخدموا، فهمتيني؟ راه الشيطان الاصل ديالو يعلمون الناس السحر، راه خدامين بلا السحر اسحر، فهمتيني؟ يعني يقدر يدير لك تمويه مثلا ويدير لك شي صوره انك تولي كتمشي لواحد الحاجه بدون الاراده ديالك، فهمتيني؟ يعني كيلوح لك السحر وكيدو ولا كينفت ولا شي حاجه، كتولي كتمي غادا تي في واحد البلاصه ما بغاداش ليها مثلا. انت فاش خدام كمثال سنتيه مثلا، يقدر مثلا كاين سميتو السحر المحبه مثلا،
يقدروا يجيبوا شي راجل مثلا من الامريكان ويجيبوا عند شي وحده ورا كيبغيها ورا ما كيبغيهاش، ولكن سرعان ملي كيبطا داك السحر فهمتيني كتولي تبان لي ديك السيده كيفاش تتزوج بها وكينوضوا الصداع. الاغلبيه ديال بحال الزواج هذا كيبطل فهمتيني. دابا انت فاش خدام مع بنتي قلتي خدمت سائق تاكسي؟ نعم. تبارك الله. دابا انت فاش كتمشي كتخدم في الطاكسي وداك الشيء كيهضروا معاك وانت غادي خدام كيهضروا معاك؟ الفتره الاولى ها واخا هضرنا شويه على الفتره الاولى. الفتره الاولى كانت كان هجومات كانوا كثيره، كنت كنحس بهم كيوقفوا لي في راسي، كانوا بزاف فهمتيني كيركبوا معايا في الطاكسي. كيركبوا معاك في الطاكسي؟ لا ديما في الطاكسي هاك فهمتيني، خصني تندير الاذكار وكيخرجوا برا فهمتيني. وكيبقى اللي كيكون معاك ديما. كمل اسيدي. ايوا في الدار المشاكل. شتك سكتي مالك؟ لا 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 في الاولاد صحتك قطعتي. لا لا ما قطعتش البث انا مازال. في الدار كاين الاولاد كي ربما اللي اكتشفت انا في الدار كنميز في هاد السنه كامله وانني كنعرف فهمتيني كنعرف التحركات ديالهم كيفاش كيديروا دوك الحركات كيفاش كيحرشوا عليا الكليه مثلا في الخدمه في الطاكسي مثلا. دابا هما كيحرشوا عليك الكليه. عشان الكليه انا بطبيعه الحال ملي كيدوزوا مرحله مرحله، المرحله الاولى داو معايا في الطاكسي مرحله التحرش الجنسي فهمتيني. كيفاش التحرش الجنسي؟ كيحركوا عليك الكليانات مثلا. يتحرشوا بك انت؟ اه. طرات لك شي نهار؟ بزاف. واخا عاود لينا. خرجت انا علاش حبست من الطاكسي؟ حبست من الطاكسي. واخا عاود لينا شي مره وقعت لك بحال هكا. شهور باش حبست. اول ما حبست علاش جيت للدار مثلا ريحت الدار وبقيت كنتحرم حيت كل ما جا ما ريحتش الدار هنا ومشيت فيها. كل وليت بحال دوك السته اللي كيديروا الزنقه فهمتيني، حيت هما اللي كيفتحوا عليه واحد الباب كيمشي فيها فهمتيني. علاش ما خصكش تحاربهم ملي كتعاني عليهم الحرب مثلا؟ كتبداي مثلا في الصلاه الفجر وكذا وكديري الصلوات وكتبداي تقومي مثلا الليل وكتبداي تقراي البقره آل عمران ولا كتقراي 20 حزب في النهار، راك شنيتي عليه حرب كضريه في راسو. ما خصكش تبقاي تقراي عليه القران النهار كامل وتقراي فهمتيني، خاصك ضروري كتنفسي انت باش هو كي. اما كل ما كتجهدي عليه تاك ما كتخليش فيه يتنفس هو كيزيد صغار ما كيبقاش قوي، فكي ما بقاش عنده حركات كيولي كيسب وكيعير فهمتيني. المساله ديال هذه ديال التحرش الجنسي بزاف ديال الناس عندنا في التعليقات كيسولوا كيف يعني هذه الحاله واش طرات لك وكيفاش طرات لك. دابا كيكونوا بحال دابا خدام السحر، خدام السحر فهمتيني، بحال دابا كيكون شي ساحر كيصيفط واحد الخدام، هذوك الخدام هما اللي كيديروا ديك الخدمه مثلا ديال مثلا كيقول لك واحد عنده التابعه فهمتيني، شي واحد كيديروا المحبه فهمتيني، كيمشيو عند شي وحده مثلا يدخلوا فيها ويخلوها تبغي مثلا واحد السيد فهمتيني، على حسب الخدمه ديال السحر. كذلك الشيطان كيكون عنده الخدام ديالو فهمتيني، والخدام ديالو هما تيخدموا مثلا انت تبغي تطلع السيده ولا تطلع كيدخلوا فيها ديك السيده، ملي كيدخلوا فيها تيحب يبدا يحركوها فهي كتحرش بك. كيحركوها على هما المصروع ما كيطيحش ما كيبداش يحرك بيدي ويحرك برجلي يحرك ها بصح. الذي يتخبطه الشيطان من المس، الشيطان ملي كيلبسك راه كيولي يتحكم فيك، راه كيبان احيانا يدك احيانا كنتي كتغني راه هو اللي كيغني فهمتيني، يعني لديه تصرفات على الانسان. علاش حنا عندنا في السنه اذا ذكرت الله خانت الشيطان فهمتيني، حليتي لي بيبان راه كيبقى شادك فهمتيني، سديتي عليه البيبان راه كيتسد فهمتيني. المهم كيدخلوا في السيده انا كنت غادي مثلا فهمتيني مثلا كنسبح ولا كنقول شي حاجه مثلا، السيده كنلقى كتحرك مثلا فهمتي، كتولي تحاول تبغي تدوي معايا فهمتي، كتبغي تسولني ولو انني كنقرا في القران وكذا كتبغي تسولني، هادشي ماشي طبيعي ما كانش من قبل عاد ولا انا سنين خدام طاكسي مثلا واحد 70 7 سنين ولا 8 سنين راه عارف احوال كليا، راه كنشوف ليا من بعد كنعرفوا فين غادي البلاصه اللي غادي لها، واش معصب واش مريض شنو كيفاش داير فين غادي فهمتيني، كنميز ملي كطلع الكليه انا مثلا كنبدا كتلين مثلا في الصوت ديالك وكتهضر معاك ولا كتلوح على كيديها فهمت اش كيتسمى هذاك، راه كيتسمى تحرش فهمتيني، ولا كنعرفوا راه هما اللي كيديروا هادشي، وهما عندهم واحد الخدمه عند واحد النساء خاصين النساء ديالهم هما فهمتيني، النساء ديال كيكونوا ديال الشياطين مثلا، يعني الا طلعت وحده محترمه راه ما غاديش يلعبوا بها، وحده محترمه عارفه كدير فهمتيني، راه غيلعب بها غادي تفيق فهمتيني، كيمشيو عند هذيك اللي لاعبين بها عارفه راسها وكا واش فهمتيني. كاين واحد التعليق ما قديت صراحه هذا، كاين واحد قالت لك وحده حتى انا عندي نفس المشكل ديالك، نفس الحاله، قالت لك عندي نفس الحاله ديالك، كنهضر معاهم وكنتواصل معاهم ولكن هي كتقول لك بغيت شي راقي وما بقيتش هذا، قالت لك ما خليت فين مشيت بغيت نتخلص منهم لدرجه كتقول لك بانه كتكون معاشره جنسيه قالت لك لدرجه معاهم.
شنو ممكن تقول له؟ لا خاصها تحبس، خاصها تحبس معاهم، هما غيأثروا عليها بزاف، ولكن خاصها شويه تكون قويه بزاف، حيت هما واعرين فهمتيني، ملي كيتجهدوا عليك فهمتيني كيقدروا ملي تبكي تنوضي معاهم كيوليو جوج ثلاثه. حكاتني وحده والله فهمتيني. تسنى نجاوبها اختي. هو السيد سي عبد الجليل كيجاوبك بالنسبه للسيده اللي قالت لك عندك عندها نفس الحاله ديال عبد الجليل. تفضل عبد الجليل. السيده واش متبرجه كذا كذا؟ ما عرفتش هي هادشي اللي قالت لك عندها نفس الحاله، قالت لك ونفس الامر كتهضر معاهم كتواصل معاهم، قالت لك لدرجه وصلت معاهم المعاشره الجنسيه. واخا تواصلت معاهم واش كتقول؟ واش كيقول لها هضره عادي يعني؟ ما عرفتش هذا هو اللي قطع معاهم الهضره اول حاجه فهمتيني، لان ماشي هي خبيره في هذا الميدان فهمتيني، لان الشيطان ديما كيرمي الحبال ديالو فين ما طحتي كيجرك فهمتيني، واخا يضحك معاك ولكن كيلوح كيضحك معاك في الاول ولا يعطيك كذا، ولكن راه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، راه كيقول لك الصدق في الاول حتى كيجرك، ولكن راه كينصب لك واحد الحفره طحي فيها ما تنوضيش فهمتيني، الشرك كذا كذا اي حاجه فهمتيني، فهي خصها تحاول تلتزم لانه غادي يغرقوها، واخا يقول لهم عشا يديروا لها مثلا، واخا يقولوا لها غنصاوب لك قصر في الجنه، الشيطان كله كاذب كذاب فهمتيني، فخصها تنتبه، خصها تلتزم بالدين وبالحجاب واللباس الشرعي ديالها فهمتيني، لان كان واحد النوع ديال الناس فهمتيني كيكونوا بحال لا تقول لي فيه الزهري، عنده الدرجه ديال الزهري مثلا زايده كما تيقولوا هما لان فيها تفاصيل فهمتيني، هذيك الناس كيبغيو يعيشوا فيهم بزاف فهمتيني، فكيبقاو يلعبوا عليهم داك اللعب علاش باش ما يحسوش بهم، حيت الا حسيتي انت بان الجن كسر فيك وهذا الشيء طالع شي نازل اش غديري؟ غتمشي عند الراقي تمشي ديت غوتي، فهما خصهم يبداو يهضروا معاك ويمشيو كينسيوك فهمتيني، باش يبقاو ياكلوا في البقره. واخا تجيب وتسوق واحد السؤال، انا قبل فاش دخلت قلتي بانهم كيهدوك، ما فهمتش كتعرض لتهديدات من عندهم؟ انا لحوا عليا السحر، حيت ما بقاو كيصوروا مع الديوار غادي الجامع لحوا عليا السحر، وانا نميل السحر فهمتيني، كيخوع عليا السحر من الفوق فهمتي، تميت غادي ميل بحال هكا، تقريبا في البدايه ديال سميتو راه كانوا كيلحوا عليا السحر، كنت نطلع السطح كذا كذا كيتضرب عليا السحر، كنحسب واحد الطياره واحد واخا دابا باش كيهدوك شنو كيقولوا لك؟ كيقول الاولاد ديالك مثلا الصداع، الدراري راه كي ما فين ما خارج كيلصقوا فيا كاملين كيشدوا فيا فهمتي، يحرشوا عليا الدراري فهمتيني، عندك الدراري الكبار شويه جوج قال كيخرجوا ماسونين وفعلا فهمتيني، كانوا كيحفظوا القران زوينين، خرجوا مال ولاو كيديروا الحركات، الدريه ولات كتهضر على انها باغا تولي عميقه، الدري حتى هو اللي كيهضر على الهيب هوب وكذا، طاطا ما كيبقاش يسكت ولا كيبغى يضربني، وانا كنعرفهم تيحرشوا عليا فهمتيني، على كتولي هو صحيح فهمتيني، جوج كلمات كينوض كيجري عندي، ما كانتش هكا نهائيا فهمتيني، وعندك جكسيدات مؤخرا ملي ما كنقول لك ملي كتسالي مرحله كتجي مرحله اخرى فهمتيني، ملي كتسالي المكسيده فهمتيني، شي شويه كيلحوا عليا السحر انني كنعس لدرجه انك نقاوم النعاس لواحد الدرجه انك قادر تنعسي في الطريق، شي غاده ولكن بغاو يلحوا لك السحر تنعسي كتغيبي في البلاصه طيحي الارض فهمتيني، والكسيده الاولى درت واحد الكسيده النهار الاولى نخدم فهمتيني، فما ما 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 ما, ما بغاونيش انا نخدم فهمتيني، باش خاصهم كيديروا لك التضييق في الرزق فهمتيني، محاربين معاك فهمتيني، التضييق في الرزق فهمتيني، واخا دابا انت كتقول لي انك كتواصل معاهم. الكسيده الاولى دازت فهمتيني، ما ديت ما جبتش فيها فهمتيني، دازت واحد السيمانه اكتشفها فهمتيني، الكسيده الثانيه يلاه غندور الطوموبيله قدامي تضرب لي الضو في عيني بحال هكا فهمتي، البرق بغيت نفراني رجليا لعبات يعني، انا عارف اش كندير فهمتيني، جاب الله السيد شاب قدامي وانا الفران فهمتيني فهمتيني، فملي كنكتشف سميتو كيعيقوا بيا كينقزوا كتحسي بهم انهم راه تخلعوا انت اللي درتيها اي هنا فهمتيني، يعني كاين علامات ملموسه انك كتعرفي راه كان راه الجن راه تيخدم معاك وكذا وكذا، عارفه يعني بقى لك والو تشوفي هادشي تسب تشوف، انا راه عاتم ويانا اصلا نشوف راه سحر، ما يمكنش بنادم اصلا يشوف الجن فهمتيني، السحر عنده تمويه حيت حنا عندنا ما عندنا علاقه بهذيك العالم، الله سميتو الله عز وجل في القران انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، هما كيشوفونا حنا ما كنشوفوهمش، واخا شي تسبب لك شي حاجه في حياتك يعني دمر لك حياتك، تسبب لك معاناه في علاقتك مع مراتك مع وليداتك، طال يوميا هاد المعاناه كنعيشوها كوك مع الكليان، بعض المرات كيبدا يتساب معاك دابا ما بقيتش، دابا ملي عقت بهم مزيان ما بقيتش كنطبع الكليان كنهضر معاه بشوي بشوي، خليتي الطاكسي لا دابا خدام رجعت خدام، دابا رجعت خدام علاش قلت لك انا السيده الاولى والثانيه مؤخرا ملي طلقت المره الاولى اش كان دازت واحد 8 شهر وانا محارب معاهم في الدار، دابا هنا الحمد لله في الدار فهمتيني، فملي انتصرت عليهم فولاو كيخدموا معايا برا
دابا انتصرتي عليهم. ما بقاش الحرب الداخليه ولا الحرب الخارجيه. دابا حتى الخارجيه ما فلحوش فيها. فهمتي الخارجيه اخر مره هو مشيت غنصلي لحوا عليا السحر، ما بقاش كيشد فيا السحر اصلا من سنين وما كيلوحوا عليا. دابا انت محتاج شراقي. انا دابا وليت كندير رقيه. انا بكثره انني ملي وليت كنتعامل معاهم مزيان فهمتيني وليت حفظتهم وليت انا خرجت لميدان الرقيه. علاش؟ حيت داك العذاب اللي داز عليا ما بغيتش يدوز على واحد اخر. حيت انا علاش قاري وفاهم وواعي، واحد اخر مسكين غيعدو عذاب شديد وكيقولوا لي كاع الناس هزوا معايا الرايه البيضاء حتى لك انت ما نتفاكوش معاك فهمتيني. كاع الناس هزوا الرايه، علاش ما تستسلمش؟ شكون انت دابا؟ انت يا صفيتي عليهم كاملين. ماشي صفيت عليهم، ملي كتلتزمي بشرع الله ما كيبقاوش ياثروا عليك فهمتيني. يعني داك السحر ما كيبقاش ياثر، وتا الكلام ديالهم وتا الحركات ديالهم، تا الحركه بالليل ما بقاش صافي كيجندوا فهمتيني. اذكار كذا 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 كتبعي السنه ما كيبقاش كيبقى غوته فمو فهمتيني. حتى كيسخف فهمتيني. فهمتك اسيد. دابا انت شنو دابا انا ديك راه تعذب البوليس؟ علاش شنو قلتي له عند البوليس؟ راه ما يمكنش هاد. لا ولكن يمكن. علاش ما يمكنش؟ هذيك لايت هما بداو كيضحكوا. علاش ديك لايت؟ راه سينو واخا الجنون تي راه باين بغا يضحكوا. راه مني وجبد راه غتجي الذكرى اللي عندي تقول لي عندي مشكل مع الجنون. ماشي ضحك هذا، راه حيت الناس عائلات بزاف كيشردوهم كيديروا لهم مشاكل. اش تو غيكتب في هاد الشكايه هادي؟ لا لا تصنتي لا انا جاي دابا ملي كتوصلي معاهم لشي درجه عليا هما كيتردعوا. على مالهم؟ ما تيخافوش هما؟ راه تيخافوا من راه مشكله هادي. دابا انا البوليس ردعتهم.